سلام عليكم يا جدعان. ناس كتير عايزة تعرف اللي حصل في نادي الزمالك ما بين مرتضى منصور وعبد الغني، علشان في بروجاندا جامدة اللي قالوا بيقولوا عليها دي في كل حتة اليومين دول. فانا هحكي لك اللي حصل وعلق لك عليه، رغم ان انا عامل فيديو عامل 120 الف مشاهدة وكل الناس عارفة اللي حصل، بس انا هحكي لك تاني وعلق لك علشان تعرف احنا هنروح لفين. يلا هنروح في حتة تانية. مرتضى منصور داخل نادي الزمالك للوطنيه والكرامه، ومرتضى منصور وابنائه، لا وعيلته، عشان لو في حد عايز يخش مش ابنائه وابن خاله ابن عم يخش برضه ما فيش مشكله. فداخل نادي طبعا بيتمشى في نادي لا حد راكن مكانه. ايه ده يا بيه؟ مكانه ركنته، يسال زي ما هو عايز ويشوف زي ما هو عايز. نادي يابا انت مالك انت كمشجع؟ نادى اللي بتاع الامن، ايه ده يا بيه؟ مين اللي راكن هنا؟ وبي ام كمان؟ قال له يا فندم ده محمد عبد الغني. قال له محمد عبد الغني مين يا بيه؟ قال له محمد عبد الغني بتاعنا راكب بي ام اللعيب الله يرحم ما كنت جايبه والنادي بتوكتوك، شيل العربيه دي يا بيه. فالكلام وصل لمحمد عبد الغني، ما تعرفش وصل له بقى ازاي. الواد استفز من الاماريه بقى، راح نازل الشارع ضرب الشبشب وبتاع، موقف توكتوك اداله 10 15 جنيه او قال له انا محمد عبد الغني، بس ما اعتقدش ان هو عرفه. هياخد ال 10 15 جنيه وهاخد صورة يا اسطى بعد اذنك كده عشان هنزلها، ما هعمل بيها حاجة. انا ما هو السواق مش فاهم اللي بيحصل، وكل ده بيحصل عشان نادي الزمالك. وقعد في التوك توك كده، خد نص رجل زي ما انت عارف، وخد الصورة الجميلة وراح منزلها ستوري بيكيد مين؟ مرتضى منصور. هنوصل يلا والله، وانا اخد كاس عالم اندية وانا اخد افريقيا كمان، ما كل مشاكلنا خلصت كلها خلصت، فبقينا بنشوف الركنة ومين ركن هنا ومين عمل هنا وستوريهات وتكاتك، كل حاجة خلصت وقفلنا اللعبة. يلا يا مشجع، وانا وانت الكحيان، بلاش يا عم الاحسن لما بقول لك الكحيانين ولا بتاع بتزعل. وانا وانت يا مساعد وزير الداخليه، انا بس اللي كحيان يا عم، انا موظف وانت مساعد وزير الداخليه، مضحوك علينا وقاعدين ماتش المقاولين ونخلص التذاكر يا شباب، والمره دي بجد مش هنسيبها لحد، والكاس مش هنسيبه احنا اللي هنجيبه، مضحوك علينا ورئيس النادي اصلا واللاعب مش في دماغهم يابا، وبيعايروا بعضيهم، اللي راكب بي ام واللي راكب توك توك واللي ولما بقول الكلام ده الناس بتزعل مني. يا سما انت قبيض؟ ايوه قبيض، معايا 10 جنيه عند المكتب هناك اهي، نازل بيها الشغل بكره ابطها عشان افهمك واوعيك واقول لك احنا واصلين لايه. مش عايز تعرف الحقيقه، خلصنا كل مشاكلنا وجبنا صفقات وجبنا اشرف بن شرقي وجبنا نص ملعب وجبنا كل حاجه، فقفلنا، فبنشوف مين ركن مكان مين. دي اقصى مشاكلنا دلوقتي، بدل ما نخلص مع ده ونخلص مع ده علشان احنا الرابع دلوقتي، وبنتهزم وبنتعمل وبنتعادل وبنكسب كل فين وفين، ونقفل النادي كده علشان نبقى السنه الجايه بقى حاجه محترمه. لا، رئيس نادي بيعاير اللعيب بعربيه كان جاي التوك توك، وده بينزل يتصور في توك توك ويرد عليه انا وصل يلا والله، وهناخد افريقيا وكاس العالم للانديه وكل اللي انت عايزه طالما بالمنظر ده هنوصل. وخليك انت كده، خليك انت كده احسن، بتزعل مني انا في الاخر. انا وحش وقبيط طبعا. اروح اخد توك توك انا بقى، اطلع كده اشوف الماتش في اي حته.